ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على اغنى الابراج. اغنى الابراج في خلال شهر اغسطس لعام 2021، تتوقعوا مين اغنى الابراج؟ عندنا حركه الكواكب، بيكون مثلا بيت المال متاثر بكذا، بيت الموروثات، الحركات المهنيه، في حاجات كتير بتدعم الامور الماديه، ومن خلالها بنعرف مين اغنى الابراج ومين بيقدر يحقق اكثر ربح مادي او اكثر مبلغ قوي. المهم تعالوا نتكلم على الموضوع بشكل سلس وبسيط عشان الكل يكون فهمنا فيه عن اغنى الابراج. اول برج معانا هو اغنى الابراج والمتميز كتير في انه يكون عنده حركه ماديه حلوه، هو برج الاسد. برج الاسد انا شايفه ان انت ملك الحظ كتير في امور مختلفه في خلال شهر عيد ميلادك، يعني كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم سعداء وكل سنه وانتم مبسوطين يا اصحاب برج الاسد. فعلا بتمنى لكم كل الخير، فعلا عندك حركه مميزه كتير في ان انت عندك حركه مهنيه، عندك في فلوس بتجيلك من ميراث او مبلغ على بعضه، عائد مادي ممكن يكون مثلا تجاره، ارض، الحاجات اللي زي كده، فهيكون في فلوس جايه لك ولكن اكثرها من بيت الموروثات، يعني عندك من ورث جاي لك، عندك كمان استحقاقات ماديه بتحصل عليها، كمان بالنسبه لك عندك من خلال الامور المهنيه عروض مهنيه متميزه جدا جدا بتسبب لك ان يكون الراتب بتاعك يبقى افضل. شايفه ان الوضع المادي افضل كتير ليك خلال الفتره اللي جايه شهر اغسطس، يعني انت من اغنى الابراج فعلا فعلا يا اصحاب برج الاسد. اما بالنسبه بقى للبرج رقم 2، هو برضو برج عنده يعني حركة مادية متميزة كتير جدا جدا، وهو برج السرطان. برج السرطان انت عندك تعويض لخسارة مادية خلال شهر اغسطس، تعويض لخسارة مادية من حيث الامور المهنية، من حيث حاجة ليها علاقة ببيع او شراء، استثمار بيبقى ناجح جدا، عندك فيه كمان فلوس او مبلغ قوي بتقدر ان انت تجمعه خلال شهر اغسطس، عندك حق بيرجع لك مرة تانية، في حد بيساعدك بمبلغ مادي، يعني في حد ممكن تكون هبة من الاهل على فكرة، عندك ممكن يكون ميراث بتحصل عليه، والاكثر فبرضه هو ميراث بتحصل عليه، فعندك في فلوس جاية لك من اتجاهات مختلفة، وده بيخلي عندك ان انت تقدر تحقق وضع مادي جيد جدا، بيخلي ان انت يكون عندك العين على فلوسك كتير، وبيخلي ان يكون في حالة طمع على ممتلكاتك ووضعك المادي، فكون حريص. انت صاحب المركز الثاني من ضمن اغنى الابراج خلال شهر اغسطس لعام 2021. اما مين المركز الثالث؟ هو برج الحمل. برج الحمل عندك ان في حاجه ليها علاقه بالاستثمار، ليها علاقه بالعقارات، ليها علاقه بتعاملات ماديه، حاجه اشتريتها النهارده بقرش بكره تبقى بقرشين، ما بقاش في قروش، نقدر نقول الجنيه يعني. المهم فعندك ده جدا جدا يا برج الحمل، عندك الفلوس جايه لك استثمار، بيكون عندك في جو حلو قوي من ان انت بتعرف تبيع وتشتري، مركز كتير في التعاملات الماديه بتاعتك، مركز كتير في حاجه ليها علاقه زي بالظبط زي الاسهم، زي البورصه، زي بتلعب بده، يعني عندك فيه بتعرف تشتري ايه اللي هيبقى بكره بايه، عندك ده جدا، فانت عندك تحقيق ربح مادي قوي جدا خلال الشهر ده. عندك كمان غير كده يعني شغل حلو، حركة مهنية حلوة قوي قوي قوي، بس الحركة المهنية دي بتخدمك امتى؟ بتخدمك او انت عارف انها هتسبب لك عائد مادي قوي، بس مش هتاخده في خلال شهر اغسطس نفسه، لا، عارف فكرة ان انت بتحقق رصيد هتبدأ تاخده فيما بعد او في شهر سبتمبر، ده بالظبط الموجود عندك. فده من حتة وضع المهني، لكن من حيث ان في دعم اهل من الاهل في الامور المادية، يعني في اهل بيساعدوك في الامور الماديه، في مكافآت بتحصل عليها من الاهل، عارف فكره كده اللي هو انت اهلك راضيين عليك من الاخر، يعني احنا بنقولها كده بالمصري، لما يجي مثلا بابا يديني فلوس اقول ايه ده رضي عليا مثلا، دلوقتي بقول مثلا جوزي ما يديني فلوس اقول رضي عليا، فانا ماديه قوي، مش قوي، احنا بنهزر ماشي. المهم فبرج الحمل انت عندك فيه فلوس، هندخل في الجد، انت عندك فيه فلوس جايه لك من استثمار بشكل قوي جدا، وده هيخليك من اغنى الابراج، وكمان انت عندك فيه فلوس بتكون مساعدات من الاهل، ممكن تكون انت مثلا بتجهز لحاجه، بتعمل حاجه ففي مساعدات، لكن من حيث الامور المهنيه انت شغل عارف ان فيه فلوس جايه لك، عامل زي اللي بتحوش رصيد، فعندك ده جدا. طيب بالنسبه للبرج اللي بعد كده وهو برج العذراء. برج العذراء انت عندك الوضع المادي حلو قوي، عندك فيه فلوس جايه لك بالفعل، عندك الفلوس اللي جايه لك هتخليك ان انت مش من اغنى الابراج وبس، لا، انت هتخليك ان انت تسد احتياجاتك،
تسد احتياجاتك الماديه، تسد ديون، تخلص اللي وراك، وبالتالي بتقدر بعد كده تحوش. فاهمني اقصد ايه؟ فعندك ده جدا يا برج العذراء. عندك مشروع انت داخل فيه، مشروع حلو قوي، هيكون فيه سبب لدخل مادي. مشروع في انت داخل فيه ولا هتغيره؟ لا، المشروع الجديد، يعني لو مشروع انت لسه داخل فيه في اغسطس او من بداية اغسطس، فهيكون بالنسبة لك مربح، مربح جدا. لو مشروع جديد فهيكون مربح، اما لو انت عندك مشروع وغيرته فهيكون ده اللي مربح في خلال شهر اغسطس، البداية في شهر اغسطس، تمام؟ يعني هتبدأ مشروع او هتغير مشروعك او طريقتك، ده هيكون مهم جدا جدا في ان انت يكون عندك ربح مادي افضل. طيب بالنسبة برضو للبرج اللي بعد كده، برج الجوزاء. يا برج الجوزاء، عندك فوقان في ان انت عايز تربح ماديا، عايز انك عايز تنتصر على المنافسين، عايز ان انت تحقق ربح مادي افضل، عايز ان انت تشتغل في مشروع او تعمل مشروع قوي. فانت عندك ده جدا يا برج الجوزاء. بتفكر كتير ان انا ازاي اعمل وضع مادي جيد، ازاي ان انا عايز اعمل مشروع قوي بس متطلب مني فلوس اكتر، فازاي ان انا اشتغل على نفسي عشان اجيب الفلوس الاكتر عشان اعمل مشروع اللي انا نفسي فيه. فعندك ده جدا، عندك قدرة على كسب المال من حيث الامور المهنية، هتكون بتجتهد قوي، هتكون بتضغط نفسك قوي من حيث امور مختلفة عشان انت تربح من ناحية المادية. كمان حاجة تانية، ان حاجة ليها علاقة برضو بالاستثمار، الاستثمار اللي ليه علاقة بالبيع، عندك حاجة ليها علاقة ببيع، عندك حاجة ليها علاقة بان فلوس مستحقات بترجع لك من امور قانونية بترجع لك. فاذا انت عندك ثلاث حاجات مهمين كتير بيخلوك ان انت تبقى في فلوس بالنسبه لك، وبتخليك ان انت من اغنى الابراج. اول حاجه ان انت بتشتغل على نفسك جدا جدا، وبيكون عندك في مجهود بتجيب منه فلوس عشان انت عايز تعمل مشروع قوي، او مشروع انت شغال فيه عشان تجيب منه مبلغ افضل، او ان انت تكون مستقر من ناحية المادية. الحاجة التانية هي استحقاقات من امور قانونية، حق بيرجع لك مرة تانية، فعندك ده جدا. الحاجة التالتة اللي هي ليها علاقة بالاستثمار، اشتريت حاجة بعتها النهاردة بشيء فلاني، فعندك ده جدا، فتكون مبسوط كتير من النواحي المادية. اما البرج اللي بعد كده هو برج الميزان. برج الميزان انت عندك برضو تعاملات كتير مختلفة، من حيث كمان اكثرها من حيث الامور الخاصة بالميراث، عندك ميراث بتحصل عليه، فلوس بتكون من الاهل، دعم مادي من حد، عندك ده جدا، وده يخليك من ضمن اغنى الابراج. كمان من حيث الامور المهنية، عندك انك بتجتهد في شغلك اكثر فاكثر، وبيخلي ده عندك يكون فيه ربح مادي اكتر. في عندك حاجة ليها علاقة باستقلال مادي، يعني انت فلوس بتبقى بتاعتك، انت بتعمل مشروع خاص بيجيب لك فلوس خاصة بيك انت، مش مثلا بتتقسم او شغل انا مستني مديري يديني، لا، انت عندك كتير من اصحاب برج الميزان عامل مشروع لنفسه او مشروعه بيكبر، وبالتالي هو هيكون فيه دخل مادي اكتر. فاذا جاي لك من اتجاهين، جاي لك من فلوس من ميراث او من حد بيدعمك ماديا، وكمان بالنسبة لي ان يكون مشروعك فيه فلوس جاية لك، فعندك ده قوي يا برج الميزان. اما بالنسبة لي اصحاب برج القوس، اخر برج هو البرج رقم 7. برج القوس بالنسبة لك انت عندك جو حلو قوي قوي من الفلوس، فيه فلوس جاية لك حلو قوي برضو نتيجة من وضع مهني او مشروع بيكبر معاك، عندك ده، عندك ان انت بتخلص متطلباتك المادية خلال شهر اغسطس، وبتبدأ ان انت تحوش. فاهمني اقصد ايه؟ يعني كنت مطالب بحاجات كتير قوي قوي بتصرفها، لان كتير من اصحاب برج القوس عندهم جواز، فعندك مصاريف جواز بقى، فيعني الف مبروك يا برج القوس. هيكون عندك انك بتخلص بقى المشتريات، او بتخلص حاجات التقيله اللي بتبقى محتاجه مصاريف، فعندك مصاريف قليله خالص، فبتبدا ان انت يعني بتقدر تحوش من إيه؟ لان جاي لك فلوس من مسائل قانونية وكمان مشاريع مهنية او وضع مهني، فعندك فلوس من الاتجاهين دول، مسائل قانونية ومشاريع او وضع مهني، فعندك ده يا برج القوس بشكل قوي جدا. دول اغنى الابراج الموجودين خلال شهر اغسطس لعام 2021. بتمنى بصراحة لكل الابراج تكون غنية، بتمنى ان يكون الكل معاه فلوس بقى ويقدر يعمل حاجات كتير بس ارجع واقول لكم الغنى غنى النفس برضو، يعني الغنى غنى النفس، يعني الواحد غني كده باخلاقه بادبه بكل الحاجات، وما يمنعش برضو يبقى فيه فلوس، عندنا متشلبات كتير. يعني عايزين، انا عن نفسي اكتر حد مصرف، واجي اقول في الاخر انا صرفت في ايه،
الاقي في اتفه الحاجات. اه والله بجد يعني انا بص اعتراف قوي جدا يعني، في الاخر خالص بروح بقى لا كل شويه اقول لجوزي هات هات، فعارفين انه هات هات، انا عندي كده جدا، فمصرفه كتير. انتوا مصرفين؟ المهم ده كان موضوع النهارده، بشكركم جدا جدا، بتمنى ان يكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.